تجمع أكثر من 40 متنافساً من 15 دولة إفريقية من محبي لعبة كرة القدم الاستعراضية في نيجيريا، وهي من الألعاب الأكثر شعبية. نظم الحدث في نيجيريا وحظي باهتمام واسع من فئة الشباب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وسيطر ممثلو ساحل العاج في البطولة على مجريات المنافسة ليحتفظوا بالكأس هذا العام مرة أخرى بعد فوزهم العام الماضي أيضاً. حصل الفائز على جائزة نقدية قدرها 3000 دولار ورحلة مدفوعة للتنافس في المسابقة العالمية للعبة المقرر عقدها في ميامي الأمريكية هذا العام.